تلبية لدعوى كريمة للمنظمة الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية ولرئيسة مكتبها الولائي السيدة بوشطارة كريمة. حضرنا اليوم احتفائية إحياء اليوم الوطني للشهيد على مستوى دار الشباب بحاسي مماش. هذه الاحتفالية التي كانت تحت شعار ولا تزال تحت شعار على درب الشهداء من خلال النشاطات المبرمجة والمسطرة في هذه التظاهرة التاريخية. حضورنا اليوم من أجل تحفيز مثل هذه المنظمات وخاصة منظمات المجتمع المدني في إطار إحياء المناسبات والأعياد الوطنية والتقرب من الجمهور، إضافة إلى تنشيط المؤسسات الوطنية وعلى غرارها دور الشباب المتوزعة عبر ربوع الولاية. وفي 1917 وزير خارجية بريطانيا جيمس جيمس أعلن جيمس بيتفورد أعلن قيام دولة أو كيان وطني لليهود طالبا بها صوب قلوبه قد سلى زاده حب الجزائر راسخ في روحه في قلبه وفي الدماغ باع النفيس للذي خلق الورى عشق الشهادة راضيا لا مرغما.